ينقط، فإذا سكرته يوقف تنقيط، إذا فتحته يبدأ ينقط. فلازم تفك القلب اللي هو هذا، تشتريه محلات سباكة ب5 ريال. قبل كل شيء تقفل المحبس الرئيسي، تقفل الموية، طريقة فك القلب بالمفتاح درج زرادية. طبعا لو عندك مفتاح الحبة تكون أفضل، بس أنا اللي عندي هذا يعني يمشي الحال. يعني شد معقول، إذا وقف معك خلاص كذا نركب الرأس والبرغي. بعدين طبعا شوف السنة، إذا كانت عندك السنة خربانة داخل الحزوز هذا لازم تغير المفتاح. إذا عندك أوكي تقدر تركبها، إذا تحس إن السنة متآكلة تقدر تحشرها بقطعة قصدير. بعد تركيب القلب نركب اليد أو المفتاح، ثبت البرغي داخل. طبعا كل الربط يكون شد معقول، شد زايد عن اللازم يخرب عليك المسمار او السنة. بعد تركيب المسمار تركب الغطاء، شغل، شوف الان مفتوح، تهريب وقف نهائيا. جرب طلعت المشكلة بس في قلب الخلاط اللي ما يكلفك قيمته في السوق، يعني ما بين 5 ريال إلى 7 ريال حسب شطارتك أنت صاحب المحل. أنا أخذته ب5 ريال صيني يمشي مورك، أحسن ما تشتري خلاط كامل ب150 أو 170 ريال. سلامتكم.